توقعات الأحد الموافق 16 أبريل 16 نيسان 16/4/2023. النهاردة لو كنت بتتوقع أحداث كتيرة تحصل، هتبقى بتتعلق بمهماتك المالية في اليوم ده بين كل العائدات اللي كانت بيدوهالك في الفكرة اللي كانت عندك تعتبر واضحة عن كل اللي كان بيحصل ليك قبل كده، هتعرف تعتمد عليه أكتر في الأيام اللي جاية. حتى لو كنت بتحب تسافر في يوم الأحد، هيكون ده دايم جدا مع شخص بيتمتع بشخصية هتبقى بتزعجك من بعيد أو قريب في مزاجك اللي بيبقى في اليوم ده، هيحاول انه يفسد حالتك بكل الطرق الممكنة، بس هتعرف تتخلص من الوضع ده وتنشئ مزاج حلو وكويس جدا ليك ولنفسك من خلال الأنشطة اللي هتبقى ممتعة بنسبة كبيرة، وهتبقى متعلقة بهواياتك والرياضات اللي مفروض انت بتعملها والفن ولكل التفاصيل الباقية. بالنسبة كبيرة لكل الأشخاص اللي هيكون عندهم أفكار جديدة، خطط واضحة لمشاريع حلوة جدا هيعرفوا يبتدوا فيها وهيعرفوا يلتزموا بيها في اليوم ده. هتجيلك أخبار حلوة يوم الأحد من خلال أشخاص بيقربوا لك ومعارف من أجزاء تانية من البلد اللي انت بتعيش فيها. بالنسبة النهاردة اليوم الأحد، في مخاوف، في اضطرابات صحية، في كتير من التوتر بشكل كبير. هيكون حلو اننا نقابل أشخاص هيبقوا لطيفين هيحسنوا حالتك المزاجية أكتر. كل الأشخاص النهاردة هيجيب ليهم كتير من المهمات، كتير من الشغل سواء في البيت أو في الشغل أو بسبب التزامات من أشخاص بعيدين أو مختلفين عننا. توقعات النهاردة الأحد، هيفضل يومنا التجمعات والاجتماعات اللي بتبقى مع مجموعة متنوعة من الأشخاص اللي عندنا. أحيانا يبقى لازم نلتزم بكل الحاجات اللي احنا مفروض نمشي عليها وعنا بيها قبل كده، لكن في معظم الحالات اللي بتبقى متعلقة بالمناسبات الحلوة اللي بتفرحنا، هتساعدنا محادثة هتحصل أو لقاء مع امرأة في حياتنا في اننا نلاقي الفكرة اللي احنا بنتمنى اننا نلاقيها. هنوضح من خلالها أحداث كتير حابين نتطور فيها بشكل كبير ونبقى في دايرة الأشخاص اللي بيقربوا لنا ودايرة أصحابنا. خلال اليوم ده هنحاول نستمتع ونقوم بحاجات كتير ممتعة، نقابل بيها أشخاص كتير جدا في يومنا متعلقة بحاجات هتبقى ممتعة بالنسبة لينا. مش هنعرف نستبعد أي أحداث وأي مفاجآت مختلفة مش متوقعة هتكون مرتبطة النهاردة بكتير من حالات السفر مع كل الأشخاص اللي حوالينا. هيوفر لينا فرص كتيرة عشان تحصل على دخل إضافي لكل اللي بيشاركوا في النشاطات اللي ممكن تبقى حلوة لينا كلنا مع بعض. لازم نستغل الوقت ده ونتقابل مع كل الأشخاص اللي احنا بنتمنى كنا نتقابل معاهم ونكتسب من خلالهم خبرة جديدة، خبرة هتبقى بتضيف لينا حاجة جديدة جدا وهتبقى بتساعدنا بشكل كبير في حياتنا في الفترة الجاية. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.